استقبل سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم. كما استقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم سمو الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء. واستقبل سمو ولي العهد حفظه الله بقصر بيان صباح اليوم معالي وزير خارجية جمهورية مصر العربية الشقيقة سامح حسن شكري ومعالي وزير الخارجية ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح. وقد أشاد سمو حفظه الله بمتانة العلاقات الثنائية الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيزها وتنميتها بما يخدم مصالحهما المشتركة. كما تم بحث أهم القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر المقابلة معالي رئيس المراسم والتشريفات بديوان سمو ولي العهد الشيخ مبارك صباح السالم لحمود الصباح.